الأستاذ الدكتور أحمد زويل العالم المصري الكبير الذي شرف مصر جميعا بحصوله على جائزة نوبل يعطي كلمات تهنئة شرفا. مساء الخير. أنا الحقيقة ما عنديش كلمة مطولة عن الاقتصاد، ولكن الأستاذ ياسر طلب مني حاجتين. أنا أتكلم الأول بالعربية للسادة الحضور، وده هيكون نقاط بوينتس، لأن أنت هتسمعوا من خبراء وناس أحسن مني بكتير في موضوع الاقتصاد المصري. أما النقطة الثانية إن أنا هتحدث للسموها الفورن بريس والزوار بتاعنا اللي جايين من خارج مصر. في الأول كلمتين بس للجميع، إن نظرتي أنا للي بشوفه ومتابعه في مصر يومياً. أولاً بشكر المؤسسة العريقة دي على الدور اللي بتعمله الأستاذ ياسر زي ما قال لنا، لأن أنا بعتقد إن هو ده دور الإعلام الأساسي وليس الإعلام اللي أنا بشوفه ساعات كتير في التوك شوز، وبالذات بعد الثورتين اللي حصلوا في مصر. إحنا محتاجين فعلاً إعلام بناء، إعلام ينظر لمشاكل مصر الكبيرة زي الاقتصاد، وهتكلم بعد كده شوية على موضوع التعليم، البحث العلمي، الصحة وخلافه. وأنا الحقيقة سعيد إن أنا أرى الحكومة ممثلة في السيد رئيس الوزراء مهندس إبراهيم محلب، جميع الوزراء اللي أنا شايفهم هنا، لأن دي حكومة جادة بتحاول بقدر الإمكان بالصعوبات اللي موجودة في البلد إنها تعطل إلى الطريق وإلى مصر الحديثة. الصعاب والمشاكل كلنا عارفينها، والكلام فيها كلام كتير في مصر، وأنا عايشها نفسي. يعني من أول ما وصلت وفي كهرباء صعيبة قطع وفي 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 وبتاع، كل المشاكل دي إحنا عارفينها. لكن الحقيقة السؤال اللي هو المهم إن إحنا ما عندناش خيار، أيها السادة والسادة، ما عندناش خيار. يا إما نقعد زي ما بيقولوا ساعات علينا حزب الكنبة ونقعد نتكلم طول الليل وطول النهار، وإنه ده المشاكل ديت والمشاكل ديت، وإن مصر ومصر ومصر، أو إن نتجه زي ما عمل البلاد قبل كده، بعد حتى يعني الحمد لله مصر ما كانش فيها دمار بعد الثورات دي. انظر لليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وانظر لألمانيا وشوف هم فين دلوقتي. والمقارنة على رأي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا معاه، لو تقارن ده بقى بأفغانستان والعراق، فالاختيارات واضحة، الاختيارات للشعوب واضحة. يا إما هنمسك الزمام إحنا بتاع المشكلة نفسها ونحاول نحلها ونطلع ونبقى ألمانيا، أو إن إحنا نقف في الطريق وما نعملش حاجة. ودي مش مصر، دي مش مصر. مصر القوة البشرية اللي موجودة فيها هي اللي دايما عطتني ان انا اتكلم على ان انا متفائل، الامل. انا اتحدى في منطقه الشرق الاوسط جميعا ان القوه البشريه الكامنه اللي موجوده في مصر، لو طلعت القوه البشريه دي وفي المنظومه الصح، لن تقل ابدا باي حال من الاحوال عن القوه البشريه اللي قدرت تحول البرازيل دلوقتي، أو جنوب كوريا، أو الأخر.
فاحنا عندنا فرصة الحقيقة، فرصة ذهبية ان احنا نستغل القوة البشرية دي. مش هدية القوة البشرية دي، اسمحوا لي يعني بكلمة الفهلوة، لا، هدية القوة البشرية دي ان احنا نعمل استثمار وإثارة وإنفستمنت زي بيقولوا انه في التعليم الحديث، وان شاء الله هيكون في فرص ثانية جاية. انا هتكلم في الاعلام على ماذا اعني بهذا. الحاجة الثانية كمان بجانب القوة البشرية هي العمل والإرادة عشان نعمل. لا يمكن أبدا، أنا يعني مهتم شوية بحاجات في التاريخ، لا يمكن أبدا إن في دولة أو أمة تنهض إلا إذا كان في إرادة قوية للعمل والعمل الجاد. وأنا الحقيقة بقول الكلام ده ليه؟ لأن مصر قادرة على إنها تعمل كده وعملت كده. يعني الحاجات الواحد بيفتكرها أو بيتذكر لما بيقرأ التاريخ، قصة محمد علي مثلا 200 سنة قبل كده، ما احنا كنا برضه واعيين وتعبانين ومش عارف إيه وبتاع، لكن اهتم بالتعليم والبعثات اللي راحت فرنسا وغيره، وشفنا إيه اللي حصل في مصر، أصبحت قوة عظمى في المنطقة بتاعة الشرق الأوسط. بلاش، أنا نفسي اتخرجت في سنة 67 من الجامعات المصرية، وبقولها تاني وبقولها في أمريكا وبقولها في كل حتة، حصلت على أحسن تعليم في هذا الوقت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وعلى فكرة كتير من الوزراء والسيد رئيس الوزراء والناس الموجودين دي هي كانت الجيل ده اللي احنا اتخرجنا منه من الهندسة والصيدلة والعلوم، تعليم ممتاز جدا جدا في مصر، وقدرنا ان احنا نعمل كده. ال 67 كانت سنة الماكس، وكلنا حاطين الكاكي ومشينا في الشوارع وطفي النور وبعدين عرفنا ايه اللي حصل بالنسبة لنا. بس سنة وسيدات يعني خدت 6 سنين بس، 6 سنين لحد حرب 73، ورجعت مصر انها تقول انها تقدر تقف على رجليها وتثبت بالطريقه دي. وانا الحقيقه سعيد، انا بس بقالي يمكن 4 5 ايام وقابلت السيد الرئيس وقابلت السيد رئيس الوزراء وقابل المسؤولين. انا سعيد الحقيقه ببوادر جديده للتغيير وتفهم الامور ان الصعاب موجوده. هو بيقولوا في الغرب اذا ما كنتش تعرف تسال السؤال صح مش هتعرف تجاوب عليه، وان احنا كده نداري المشاكل وبتاع مش عارف ايه ما بينفعش. الحقيقه انا شايف ان في حاجات جديده تخلي اي حد يفكر دلوقتي في مصر بالنسبه للانفستمنت في الاقتصاد المصري. بوادر تثبيت الدوله، انا مش كلمتني الحقيقه، انا عجبتني لما سمعتها من السيد. عندك الامن والامان اللي موجود دلوقتي، مش هنقدر نعمل حاجه إلا إذا كان في أمن وأمان في هذه الدولة. المشاريع القومية اللي أنا شايفها كبيرة جدا ديت، وعلى فكرة أنا سعيد جدا إنه قناة السويس، وبرضه في مشروع علمي لمدينة علمية متكاملة تحت رعاية السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء. النهارده متحمس جدا، إحنا هنعمل، لازم نبني مصر العلمي. مصر دولة العلم، وهنطلع بحاجات مش اللي هي الصناعات التقليدية، لا، هنخش في العالم الحديث وفي السوق الحديث، وهنعلم أولادنا إن شاء الله على أحسن مثال. وطبعا حضرتكم عارفين يعني الرئيس طلع قرار أو قانون، أعتقد أن قرار جمهوري بتكوين المجلس الاستشاري من العلماء والخبراء، ودي مشاكل مصر كبيره جدا. والحقيقه ان هو كان صريح جدا في العمليه دي، يعني اكثر من ساعتين او حاجه زي كده، على اساس ان هو مشاكلنا كتير جدا. بس السؤال المهم how to think، اللي هم بيسموه think tank، عايزين نفكر في افكار جديده وغير تقليديه عشان نوصل
الحاجات. يعني انا اعطيت مثال وهذكره